طب انت رايك ايه في التصريح بتاعه لما قال لك اللي يقول يجي خبير اجنبي يدير التحكيم ده ضد البلد؟ حتى انا قلت ان وديت مثال بالسعوديه، يعني قلت في الاخر انت ممكن بتجيب خبير اجنبي في مجالات كتير في كره القدم كمان، مديرين فني، يعني مدير فني لاتحاد الكره اجنبي، مدير فني للمنتخب اجنبي، انت ممكن تجيب مدير نادي اجنبي، تجيب مدير قطاع ناشئين. انا دلوقتي انا هكلم في التحكيم والسعوديه، هكمل بس دي فضل. السعوديه انا قلت ان جايبين من 2015 خبير انجليزي وبعد كده مشي وجاب واحد تاني وبياخد كمان راتب عالي جدا، بس ما بقيناش نسمع عن مشاكل فعلا في التحكيم السعودي. هو التحكيم السعودي مش موجود فيه حكم سعودي عشان برضه حكام اجانب، هو هم فاتحين يعني بيقول لك انه في حكام سعوديين وفي حكام كتير اجانب وان كل نادي من حقه يجيب 7 اطقم اعتقد في السنه حاجه كده يعني في الفوق. بس انا اقصد انه هل انت شايف انه فعلا فكره يبقى في خبير اجنبي يجي يمسك التحكيم ولو لفتره محدده يفرض بقى العداله، يفرض الرولز اللي خاصه بالتحكيم، المرتبات بتاعه الحكام، كل الكلام ده ممكن يبقى مفيد للحكام؟ هو قصه مفيد مش مفيد الله اعلم، ما جربناش ده. لكن لما ضد الفكره انت؟ انا مش ضد الفكره، انا هكلمها في نقطه ثانيه خالص. اي كان مسؤول في فرقه قال حاجه زي كده ده حقه ينتقد وحقه يقول اللي هو عايزه، لكن انا كمسؤول ما انزلش معاه يعني ما اتكلمش معاه او اتكلم انت ضد مصر ولا مش مع مصر. القصه مش كده خالص. انا مالها ومال الحاجات دي خالص، القصه مش مع مصر ولا ضد مصر، القصه ان راجل حس بظلم اللي يتكلم في القصه بيشوف حل. فانا كمنظومه زي انا عايز حكم يبقى احسن حكم في الدنيا لما انا اكون مسؤول عن التحكيم، ونفس الوقت هو فرقته عايز ياخد حقها. فانا ما تدورش بقى الراجل قال او ما قالش، هو يقول له عايزه، لكن انا في الاخر مسؤول عن منظومه التحكيم، ادور على المشكله فين واحلها. مشكلتي انا عندي مشاكل لازم اقول على حاجه. في الاتحاد الافريقي مين ماسك التحكيم دلوقتي في مؤخرا؟ عينه مين؟ كولينا هيبقى مشرف على التحكيم الافريقي. يعتبر بالنسبه لافريقيا خبير اجنبي طلياني. بس ليه؟ لان في ازمات حصلت اكتر من مره. حصل. مش عيب انك تجيب حد بقى كان في اتجاه تغيير اللجنه او اجيب خبير اجنبي، فهم هل ده عيب بقى؟ ما هو جابوا ان كان الاتحاد الافريقي بنفسه ممكن يبقى فكره الاجنبي مش انه حتى يطور المستوى الفني، ممكن يفرض نظام. ما احنا مش ما هو والناس بتيجي دوالي. انت بتقول اكتر حاجه انت شايفها ازمه في التحكيم العداله، دي حقيقة صح؟ حقيقة. احنا دايما نقول المدرب المصري ممكن يحبه ويكره، لكن المدرب الاجنبي مش هيحبه ويكره. ماشي. دي ميزة، فربما يبقى دي ميزة، يعني اقصد انه الفكرة ما تقولش لا لمجرد ان هي اجنبي. يعني لا، هي قصة الفكرة هي والراجل طرحها كراجل انا خارج بعد ماتش وحاسس ان انا بالظلم والدنيا كلها بتقول ان انا لك حق. يعني كل الشاشات اللعبة قال انا علي حق، حتى من ضمن التصريح خبير اجنبي يطرح له اللعبة وقال مش رجل الجزاء. ما هو برضه الناس قاعدة تقول تناقض، يعني منين بتقول اللي يجيب خبير اجنبي ضد البلد ومنين انت بتستعين؟ لا، احنا كنا في مجال التحكيم كلنا سألنا نفسنا سؤال، الناس اللي بطلت او في المجال نفسه، يعني هو الخبير الاجنبي ده خبير في ايه؟ اللي اتسأل على اللعبة نفسها. في التحكيم؟ لا، ما احنا سألنا السؤال، ما هو الخبير الاجنبي ده خبير في ايه؟ لان ما فيش حد شاف اللعبة اللي ما هيقول رجل الجزاء. فاحنا انا جمال الشريف طلع قال مش رجل الجزاء. ما حصلش. ده في تصريحات لكابتن يا فندم، ما حصلش. هو تركب صوت جمال الشريف على اللعب، ما حصلش. لا، انا بقول لك بمنتهى الامان، انا معاك جمال الشريف حي يرزق. يعني ايه قصدك ايه؟ انا بقول لحضرتك صوت، يعني الكلام اللي طلع على يا فندم اتركب صوت جمال الشريف على اللعبه. جمال الشريف ما قالش على اللعبه يا رشاد، يعني جمال الشريف خدوا له صوت مثلا من البين سبورت على لعبه ثانيه خالص، حللها وحطها او حطوها على الصوره بتاع الماتش. ما حصلش. انت متاكد من الكلام ده؟ انا متاكد 100%. كابتن جمال الشريف حي يرزق، ممكن حضرتك تكلمه. انت كلمته ولا ايه؟ انا على فكره جمال الشريف لم يعني اتصالي معاه وانا مترشح كاس عالم وانا في كاس العالم طول الوقت معاه، لان الراجل ده راجل خبره وقيمه. انت قلت منين وايه الثقه اللي انت فيها دي؟ لا، انا بقول لك الراجل ده انا العلاقه بيه غير طبيعيه. طب ماشي، علاقه يعني انت كلمته اقصد؟ بغض النظر انا كلمتك ما كلمتوش، ممكن حضرتك تكلمه. انت كلمت قلت 100%. مليون المية. يعني مش 99، مليون المية كمان؟ مليون المية. ما كان يعني ما اتكلمش على اللعبه دي خالص. ايه تكلمته يا فندم؟ برضه عشان بخاطب. انا اقول لك اللي كلام خطير، انا بخاطب الناس. انا بخاطب انا بتكلم بمنتهى المنصف. حضرتك كلمت جمال الشريف قال لك ده؟ لا، ما كانش جمال الشريف. بس اللي حصل الاتي. كلمته مش عايز تقول اللي حصل الاتي. انا بس انت تقعد تقول لي حبيبي وصاحبي. انت ممكن تتصل بكابتن جمال وتقول وهقول لك اللي حصل الاتي، ان حد شغال في مجال اللجنه او مع اللجنه او حبيب اللجنه جاب صوت جمال الشريف وحطه على الصوره، بس مش اللعبه دي. والنبي يا جماعه بس حط لنا العنوان ده. انا بقول لك انا بقول كلام ثقه. تزوير في صوت جمال الشريف لايهام الراي العام بان ركله جلسه النواب غير صحيحه. دي حقيقه. تزوير، والنبي تحطها لنا. انا بقول لك ده حصل. لان فعلا. صوت الكابتن جمال الصوت اللي اتاخد مش الصوت بتاع اللعب، مش على اللعبه دي خالص. ما قالش لفظ سيراميكا؟
ولا سيراميكا ولا الزمالك خالص. انت يا كابتن اتمنى الناس تحترم عقول الناس. يعني انت بتتكلم احترم عالي الكلام. انا بقول لك حصل. انا عارف الكلام انت بتقوله ده لو دقيق. انا طبعا ما اقدرش يعني اكذبك لان انت على مسؤوليتك. على مسؤوليتي الشخصيه. انا بقول لك مسؤوليتي الشخصيه. ده قمه الاستهانه بالتحكيم. يعني انت بتستهين بالراي العام. يعني انت ده انت كابتن عصام انت مش مفترض بقى تستقيل. انا اسف لو هذا الكلام صحيح مع تقديري ليك. ده انت تقال لان توصل لدرجه تزوير صوت لايهام الراي العام يبقى لا تستحق انك تكون في منصب العام. انا اسف. انا اقول لحضرتك تصريح يجب تاني. ان بقول للاتحاد يقال مش يستقيل كمان لو هذا الكلام اللي بيقوله الكابتن جهاد مع كامل تقديري للكابتن عصام ده كلام خطير جدا. ان توصل لجرأة تزور صوت عشان توهم راي عام. ده بص يا كابتن اللي عمل القصه ديت واحد موجود على صفحه في الفيسبوك حكم درجه ثالثه او حاجه. اقول لك اللي حصل يعني. وجاب صوت كابتن جمال الشريف على الصوره بتاع الماتش وحطها عنده في الصفحه. انا ممكن اوريك الصفحه دي بعد الهوا. خدت بحضرتك ده بيهم من حد. لا هو حط الصوره على اللي قالك شوف خلي بالك اللي ما بيفهمش بالتحكيم ده كابتن جمال الشريف نفسه قال ان الكره ركله جزاء. انت قصدك انها انتشرت بالطريقه دي؟ ايوه اتخذت بهذا المنظر. طب هل الكابتن عصام ليه دور في الموضوع؟ لا ما اعرفش. دي بقى عشان انا برضه بصادق معاك عشان برضه انا عماله انا برضه اتهامات. لا بص يا فندم انا برضه دي ما اعرفهاش. لكن الكابتن جمال الصوت اللي اتحط على اللقطه مش لقطه زي ما اتحاد الكوره يحقق في القصه دي اتشافت يتحقق فيها. اتحاد الكوره يجي يحقق فيها لان اللي حصل يعني لانه عشان ما نبقاش ظالمين برضه الكابتن عصام. لا الكابتن عصام انا مش متاكد لكن بتكلم بس انت بتقول برضه خبر خطير ان الكلام ده مزور. لا ما حصلش. كابتن جمال الشريف ما قالش على اللعبه دي انها مش ركله جزاء. ده كلام على مسؤوليتي انا الشخصيه. هيحبك قوي معتزل بطاوي بتاع سيراميكا. انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. انا بقول لك كابتن جمال انا برضه سالت السؤال والسؤال هساله تاني. الخبير اللي قال اللعبه دي مش ركله جزاء خبير في ايه؟ اكيد مش التحكيم. ممكن في حتى لا اكيد مش التحكيم لان فاكر الفيلم بتاع الايدي الناعمه صلاح ذو الفقار واحمد مظهر لما كان برنس وصاحبه كان دكتوراه في حتى بص يا كابتن انا عاوز اقول لك على حاجه. المشكله يعني انت بتشكك ان في خبير اصلا اتكلمه كابتن عصام في القصه يعني لان اي حد انت بتقول هيشوفها واضحه جدا بنت. استحاله يا كابتن.